بعد شهر على هالمعدل البلد ما بيبقى منه شيء. المطالب كتير واضحة والتشكيل لازم يصير بأسرع وقت ممكن وبس. هلأ بما أنه طرف واحد اختارك ما في إلا طريقة واحدة بتخليك تكمل. وزراء اختصاص وثقة ومستقلين بالكامل، الإعلان عن موعد للانتخابات النيابية، إقرار قوانين استقلالية القضاء ومكافحة الفساد المخبية بأدراج المجلس، استعادة الأموال المنهوبة، وطبعاً خطة لإنقاذ البلد اقتصادياً. أنت عندك شهر بس البلد والشعب ما عندهم ولا يوم، ورح نبقى بالسحاب ناطرين وجاهزين لنقول نحنا هون لتحقيق كل مطالب الشعب.